مزيد من التفاصيل حول حركة إدخال المساعدات عبر معبر رفح البري من الجانب المصري إلى داخل قطاع غزة نتعرف عليها من المعبر مع زميل أيمن عماد. أيمن، أهلا بك، تفضل. أهلا بك. يعني يوم بعد آخر تتوالى الدعوات الأممية والدولية إلى إسرائيل لإدخال إنفاذ إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. تحديدا قبل أمس كانت هناك دعوة من مجلس الأمن إلى إسرائيل إلى تيسير إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نتحدث أيضا يوم أمس المتحدث باسم اليونيسف قالت على إسرائيل أن تنتهج أو تتبع القانون الدولي الإنساني في إدخال هذه المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، بالإضافة أيضا إلى المجاعة التي بدأت ويعني خلفت أو بدأت أثارها تبدأ بشكل يعني تظهر بشكل كبير في موت 23 طفل من الأطفال نظرا ل يعني عدم توافر الغذاء. نتحدث أيضا في ظل هذه التنديدات التي تقوم بها الدول الكبرى وغيرها من يعني مجلس الأمن وغيره، تقوم مصر بخطوات حثيثة للضغط على الجانب الإسرائيلي لإيصال هذه المساعدات، وتحديدا ظهر بشكل كبير خلال الأيام السابقة وخلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تمكنت مصر من إيصال 1000 شاحنة أو ما يقرب من 1000 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تحمل المساعدات الإنسانية وغير ذلك من المواد الإيوائية التي يتطلبها الفلسطينيون في محنتهم الحالية. نتحدث أيضا بأن أيضا كان هناك تصريح يعني قبل أمس من وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أشار بأنه أمر بأن يقوم أو ينفذ حصارا كامل على قطاع غزة، ولا دخول لأي من الطعام ولا الوقود ولا أي من سبل المعيشة الحياتية، وبالتالي هذا يعكس النوايا الكبيرة التي تقوم بها إسرائيل من يعني عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وهذا يتمثل فيما نشاهده من هذه المعابر بالخطوة أو الإجراء التي تتخذه إسرائيل بأن على أي من الشاحنات أو شاحنات المساعدات التي يمكن لها أن تعبر من خلال معبر رفح يجب لها أن تذهب إلى منطقة العوجة لتمر بالمعبر الإسرائيلي لتخضع لعملية التدقيق والمراجعة، وبعد ذلك تعود مرة أخرى إلى رفح لميناء رفح البري لتتمكن للدخول. وهذه العملية تستغرق وقتا طويلا نظرا لطول المسافة ذهابا وعودة إلى ما يزيد عن 80 كيلومتر، بالإضافة إلى وقت الكبير الذي يستغرق بضعة ساعات لعملية التدقيق التي تمارس هناك، بالإضافة أيضا لأن هناك يعني رفض كبير بيتخذ من قبل الاحتلال الإسرائيلي للسلع الأساسية على سبيل المثال كالدقيق وغير ذلك من ألبان الأطفال وغيرها من المولدات الكهربائية التي بالتأكيد يحتاجها الفلسطينيون في ظل انقطاع يعني شبه كامل للكهرباء في القطاع. هذه عراقيل كبيرة، وبالتالي كانت هناك التنديدات من قبل المجتمع الدولي أو غير ذلك من المنظمات الإغاثية ومصر بهذه العراقيل. نتحدث اليوم بأن مصر يعني ما تم إدخاله من شاحنات اليوم هو يعني ما تبقى من أو خضع لعملية التدقيق يوم أمس، وبالتالي لأن هذا اليوم تحديدا هو يوم عطلة رسمية في المعابر الإسرائيلية، وبالتالي لا يسمح بأي دخول شاحنات جديدة نظرا يعني لهذه العطلة الرسمية، وهذا طبعا كما أشرنا من أسباب العراقيل التي تضعها إسرائيل. نتحدث أيضا بأن في هذا اليوم مصر أدخلت 8 شاحنات من السولار والوقود، وبالتالي هذه لها احتياج كبير في ظل كما أشرنا انقطاع الكهرباء وفي ظل طبعا تشغيل ما تبقى من المنشآت الصحية هناك بعدما يعني قامت إسرائيل بهدم وتعطيل ما يقرب من 155 منشأة صحية، وبالتالي وهذا نعم الوقود الذي تدخله مصر بشكل يومي يساعد على إدخال ما تبقى من هذه المنشآت الصحية، بالإضافة أيضا لمساعدة الأهالي على إعداد الطعام والطهي بهذه الوقود. شكرا جزيلا لك من معبر رفح البري أيمن عماد.